السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أصدقائنا جميعا أينما كنتم. كما وعدناكم راح نقدم مجموعة من الحلقات المتتالية عن المنح الدراسية في الجامعات البريطانية، لأن معظم الجامعات بدأت الآن تفتح المجال للتقديم على منحها. إذا كنت مهتم بالدراسة في بريطانيا وتبحث عن منحة ممولة بالكامل، أو إذا كنت بحاجة إلى تمويل مالي لإكمال دراستك للماجستير والدكتوراه وحتى البكالوريوس، لكن في هذا الفيديو راح نتحدث عن منحة تقدم لطلاب الماجستير والدكتوراه، وممكن يستفيد منها طلاب البكالوريوس حتى يجهزوا نفسهم ويعدوا نفسهم لمثل هذه المنحة. هذه المنحة تقدم راتب شهري مجزي وكافي أيضا، بدل سكن وتأمين صحي، وأيضا مكافأة مالية أو بدل للعائلة بحسب عدد أفراد الأسرة، وأيضا بدل مواصلات وتذاكر سفر وحتى تكاليف الفيزا في البلد اللي راح تقدم فيها طلب الفيزا. هذه المنحة هي في إحدى أفضل الجامعات في العالم، ولما نتكلم أقوى جامعة في العالم مثل جامعة كامبريدج ما نشعر بقلق ولا بخوف، الأمور طيبة وبسيطة وممكن أي حد يدرس فيها. تقدم مجموعة كبيرة واسعة من المنح سنويا، وهذه المنحة فيها أشياء رائعة وجميلة وميسرة ومعقولة، وأي طالب ممكن يقدم لمثل هذه المنحة. وقبل ما نبدأ أنا أعطيكم أيضا فكرة أن هذه المنحة الابليكيشن فورم لمن تعبيه وترسل الطلب مجانا، ما في أي رسوم، وهم ذاكرين هذا في موقعهم الرسمي، وهذه ميزة أنك تحاول وما تخسر فلوس التقديم أو أي شيء. لذلك احنا راح نمشي خطوة بخطوة، أتمنى الاشتراك في البداية طبعا إذا أنت ما اشتركت، وأتمنى أيضا أنك تستمر وتشاهد هذا الفيديو حتى النهاية. نحتاج صبر ونستمر، لأن بعض المواضيع نذكرها في أماكن مختلفة أنا أخشى حتى ما نفقد بعض من هذه المعلومات. هذه فقط فكرة أن المنحة اللي هي Gates Cambridge Scholarship هي fully funded، المنحة مقدمة ممولة بالكامل، مقدمة من جامعة كامبريدج في بريطانيا. وهذا overview فقط عن المنحة، نعطيكم فكرة بس سريعة كذا. المنحة طبعا بدأت في أكتوبر 2000، عام 2000، وكانت عبارة عن دعم أو تبرع سخي من مؤسسة بيل أند ميليندا فاونديشن. وهذه الكرايتيريا الأساسية اللي لازم تكون موجودة عند مقدم أو مقدمة الطلب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في الجامعة راح نتكلم عليها بالتفصيل، أسباب اختيارك للكورس، وأيضا أن يكون عندك سجل أكاديمي متميز، وأيضا الكوميتمنتس راح نذكر كل شيء بالتفصيل. طيب السكولرشيب أيضا هذه هي في بريطانيا، والجامعة اللي تقدمها هي جامعة كامبريدج، ومثل ما ذكرنا هي fully funded، تغطي كل شيء حتى تكاليف الفيزا كما ذكرنا. من يستطيع أن يقدم على هذه المنحة أيضا راح نتكلم عليها في التالي. هذا التاب apply، وهذا الجزء المهم الذي احنا راح نحتاجه طبعا. واي طالب يحب يقدم على هذه المنحة لابد انه يدخل وياخذ المعلومات هذه كاملة. طيب نشوف هنا الـ eligibility او الـ الأهلية، من هو اي هو كان ابلاي، من الـ 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 لمن هذه المنحة، او من الذي يمكنه التقديم على هذه المنحة. طيب الذي يمكنه أن يقدم على منحة جيتس كامبريدج، إذا كنت مواطن من أي بلد outside of the UK خارج بريطانيا يحق لك التقديم على هذه المنحة، لأن هذه المنحة هي للطلاب الأجانب أو الانترناشونال ستودنتس الجايين من خارج UK. التقديم هنا لطلب لإكمال إحدى هذه الدراسات أو يا البرامج الموجودة، هي طبعا للبي اتش دي أو الدكتوراه بدوام كامل أو دوام جزئي، وأيضا عندهم هنا البرنامج الماجستير. طيب نشوف تفاصيل كاملة،
وأيضا عندهم 1 year post graduate course full time. أيضا في عندهم دورات تقدم لمدة سنة واحدة ونظام الدراسة فيها full time. يعني لابد من الاطلاع على الكورسات الموجودة والمتوفرة ضمن هذه المنحة. الكورسات اللي ما تغطيها المنحة هي هذه التخصصات، وأنا أرى أن أكثر التخصصات هي في البيزنس، البيزنس دكتوراه والماستر أوف بيزنس، ماستر أوف فاينانس. هذه التخصصات ما تغطيها المنحة، لذلك الأشخاص اللي يحبوا يقدموا في هذا هذه المواضيع هذه المنحة غير مناسبة لهم، خاصة في البيزنس والفاينانس. They can't really like make any modifications to it now. Right. All the windows you see there, they're all single glazed. They yes. haven't been replaced in about 200 years. Oh my lord, wow. Not too long. No. So you got to think, like back in the 1300s, sort of life expectancy, then if you're making yes. your late 30s, you're doing yes. very well. Wow. The only chapel I'm pretty familiar with is King's College, and there's also one at St John's. عند الإجابة على سؤال بخصوص أسباب اختيارك لكورس معين في طلب المنحة، من المهم تقديم إجابة مدروسة ومقنعة توضح اهتمامك الحقيقي وشغفك، ولابد أن تكون هذه الإجابة أيضا متوافقة وموائمة لأهداف المنحة. يكون في لينك ما بين أهداف المنحة وما بين الكلام اللي راح تذكره والأسباب اللي راح توضحها في إجابتك، هذا مهم جدا. طيب، أول حاجة نعملها لابد أنه نبدأ بمقدمة، وتكون المقدمة هذه قوية ومختصرة بنفس الوقت. يعني نحتاج في البداية نبدأ بتقديم يعني أو نعرف عن أنفسنا، عرف عن نفسك بإيجاز وشيء مختصر، واذكر أيضا اسم المنحة في التعريف اللي راح تقدم عليها. هذه كانت جيتس كامبريدج أو أي سكولارشيب أخرى، لابد أنك تذكرها في المقدمة أيضا على أساس يعرف الشخص اللي يقرأ أنك فعلا تكتب إجابة لهذه المنحة. وأيضا تحتاج أنك تعبر عن يعني امتنانك ويعني وشكرك أيضا للجامعة أو للجهة المانحة اللي أعطيتك هذه الفرصة لتقديم هذا الطلب، واذكر بإيجاز واختصار أيضا اسم الكورس اللي راح تأخذه. هذا فقط في المقدمة، احنا راح نتكلم على الأجزاء الأخرى بالتفصيل أيضا تحت. أسباب اختيارك لهذا الكورس ممكن يكون أنك تحتاج to highlight your passion and interest، بمعنى تحتاج أنك تبرز يعني شغفك واهتمامك بهذا الكورس. اشرح في هذه الجزئية ليه أنت متحمس لهذه الدورة التي اخترتها. في هذه الجزئية يمكن أنك تناقش تجاربك الشخصية في عملك في المكان الذي كنت تعمل فيه، كانت جامعة، كانت شركة، في أي مكان. اذكر فيها الاهتمامات التي فعلا يعني حمستك أنك تستمر في إكمال دراستك لهذا المجال. وأيضا يعني try to be more specific في هذه الجزئية، وتذكر أيضا أنها يعني مهمة بالنسبة لك. في هذه الجزئية حاول أنك تذكر وتكتب يعني كلمات فعلا تكون مؤثرة، وأنك فعلا وحقيقة الشخص الذي راح يقرأ أو يكمت بمبا بيقرأها بيقول فعلا هذا الرجل عنده يعني شغف وعنده اهتمام كبير ويشعر بصدق كتابتك. مهم مهم جدا هذه الجزئية في هذا البارت. طيب، في جزء مهم جدا انك لازم تركز عليه في كتابتك لاسباب التقديم على هذا الكورس. تحتاج انك تربط اهدافك المستقبليه باخذك لهذه الدوره وحصولك على هذه المنحه ودخولك لهذا البروجرام. طيب، كيف ممكن انك تعمل اهداف مستقبليه وتربطها بالكورس؟ لابد انه يكون معك مشروع، يكون معك خطة لمشروع. حاول أنك يعني تعمل بروبوزل لمشروع مستقبلي بحيث يتوافق أهداف هذا المشروع مع هذا الكورس. تمام؟ إذا عملت هذا الشيء بيسهل على نفسك كثير، وراح يكون عندك يعني سهولة وفي مرونة في أنك وضوح أيضا لعمل هذه الأهداف
لأنه كل بروجكت له اوبجكتيفز، وأنت راح يكون سهل بالنسبة لك أنك تحط هذه الأهداف، وراح تعمل لينك بين هذه الاوبجكتيفز وأهداف هذه الدورة أو هذا الكورس أو البروجرام، سميها ما شئت. طيب إذا هذا جزء مهم جدا أنك راح تذكره، وتقول أن مثلا المهارات اللي راح تكتسبها والمعلومات اللي راح تكتسبها من خلال هذه هذا البروجرام راح يحقق هذه الأهداف المستقبلية، وهذا الذي يحب يشوفه ك يعني سبب من أسباب اختيارك لهذا الكورس. أيضا في جزء مهم جدا أنت كطالب أو طالبة يعني ما نغفل عنه، إذا قدمنا لهذه المنحة الماجستير أو الدكتوراه أو إذا طلبت هذه كلها طبعا تصلح حتى لطلاب البكالوريوس، أي منحة كانت تحتاج أن يكون عندك مثل هذه المعلومات. طيب مثلا نحتاج أنه تعطي يعني انطباع لأعضاء اللجنة اللي راح يراجعوا ملفك والأوراق تبعك، يعرفوا أنه هذا الشخص فعلا دخل وقرأ وفعلا شخص يعني جاهز إنه يشتغل كريسيرشر، بيبحث بيتعب بيجتهد. هم ما يحبوا الناس السطحيين اللي فقط يحب إنه يحصل المنحة بدون ما يتعب، هذا راح يكون مشكلة وعبء على الجامعة وعلى البروغرام كامل. لذلك هم من خلال الكتابة تبعك هم يعرفوا إن هذا الشخص فعلا عنده مهارات في البحث في القراءة في الكتابة، شخص مجتهد. يعني أنا أعرف طالبي إذا كان مجتهد أو ما هو مجتهد من كتابته أصلا، يعني في ناس بتعمل كوبي بيست بسرعة، وفي ناس بتكتب يعني حاجة بسيطة كذا ومشي حال، وفي طالب لا بيكتب بتشعر أنه اجتهد وبحث وأعطاني كتابة كاملة حط مراجع، ويعني أشعر أنه هذا فعلا طالب يستحق الدرجة. إذا نفس المفهوم نفس الكونسبت، أعضاء لجنة المراجعة لهذه الملفات أو لهذه المنحة هم راح يشوفوا هذا الشيء ويفهموا هذا الطالب فعلا هو جاد ويحب أنه يحصل على المنحة أو لا. إذا إحنا لابد أنه أيضا في هذه الجزئية أنه نضيف حتى يعني فقط two lines ما نكثر، نكتب فيها عن كيفية توافق مثلا اختيارك لهذا الكورس مع أهداف وقيم إيه المنحة نفسها. يعني اذكر شوف ايش هو الاهداف هذه المنحه، وحاول انك تفهم هذا الكورس، ايضا حاول انك تعمل لينك وتخرج بشيء متوافق ويعني متناسق ما بين الكورس واهداف المنحه، حتى انك ما تعطي مجال لمن للكوميتي ممبر نفسه انه يقول لك لا هذا والله فاهم راح كتب يعني وفهم وعرف ايش هي اهداف ومعايير الحصول على هذه المنحه، وربطها أيضا مع الدورة نفسها أو هذا الكورس أو البروغرام. هذا جزء مهم لا تغفل عنه، وهذا اللي راح يميزك عن البقية، لأن هي في الأخير منحة تنافسية، لابد أنك تكون أنت متميز عن غيرك بشيء معين. يعني أنا ممكن أستلم 1000 يعني أبليكيشن، أنا بختار من 1000 بختار ممكن 100، ذلك لابد أنه نركز على الشيء هذا. شو ريسيرش، هذا جزء مهم جدا ولازم اني اذكركم فيه. اذا نشرت يعني مقاله بيبر في جورنال محترمه او في كونفرنس، يعني حاول انك تظهر افضل ما لديك، كان عندك يعني بيبر او شيء نشرته ويكون مرتبط بهذا الكورس اللي راح تقدم عليه، واستعرض الريزلتس اللي اشتغلت عليها، تكلم عن الابروتش اللي اتبعتها، عن كيف ممكن أنك تستمر وتكبر هذا البروجكت أو هذا المشروع الذي اشتغلت عليه في هذا البحث. هذا جزء مهم جدا وراح يعمل فارق ويميزك عن الآخرين. طيب A commitment to improving the lives of others، هذا جزء مهم جدا ومطلوب أيضا أنك تستعرض هذا الشيء، كيف أنت راح تساهم بإيجابية في تحسين حياة الأشخاص الآخرين أو حياة الناس حولك في بلدك في وطنك في مكان العمل الذي تعمل فيه. هذا الجزء مطلوب طبعا هو من حتى يحقق جزء من اشتراطات المتبرعين أو المساهمين بصندوق المنحة هذه، هم في الأخير يعني تبرعوا بهذا المبلغ لتعليم المهتمين والباحثين، ومن أجل إيه؟ من أجل أن تنعكس تعليمهم لهذه البرامج أو هذه الكورسات في مجتمعاتهم، في تطوير وتحسين حياة الناس، تطوير وتحسين المجتمعات. ولذلك لابد أنك أنت
كمقدم على هذه المنحة أنك تستعرض هذا الشيء. كيف أنت تستعرض هذا الشيء؟ إذا كان عندك أي مساهمات سابقة في وطنك، في بلدك، في البيئة اللي تعمل فيها، في الناس من حولك، حاولت أنك تساهم في مشروع معين، اذكر هذا الشيء. الشيء الثاني، إذا كنت الآن حاليا شغال على بروجكت في بلدك وهذا البروجكت يهم الوطن أو المجتمع أو البيئة أو المكان اللي أنت فيه، اذكره أيضا. وأيضا إذا عندك فكرة مستقبلية، يعني الأول والثاني مو موجود معك، لكن عندك فكرة مستقبلية إنك كيف من خلال إذا أخذت هذا الكورس إنه راح يفيد وراح تستفيد أيضا، والناس من حولك راح يستفيدوا أيضا من هذا، من المعلومات أو النوليدج اللي أنت اكتسبتها بعد نهاية هذا الكورس. أحب فقط إنه أذكركم بهذه الأشياء، وهذه عبارة عن هنت لربما البعض يعرفها، لربما تكون غائبة عن البعض الآخر، وربما الطالب والطالبة يستفيد منها وفي كتابته وتحضيره لهذه المنحة أو غيرها. وفي الأخير تحتاج أنك تعيد تلخيص وتذكر وتكرر أسباب اختيارك لهذا الكورس، ولا تنسى ولا تغفل أنك تشكر لجنة المنحة هذه على إتاحة الفرصة لك، وأنهم راح ينظروا في طلبك. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأتمنى أن تكون وصلت الفكرة بوضوح، وفي أمان الله.